وكذا، وكان ناس اخرين يعني عجبتني الملاحظه تاعهم، فقلت نبداو فيها كمقدمه بركه خالتي قبل ما بعد شويه مش درك نفتحوا المكالمات، لكن من بعد شويه كمقدمه باش نعرفوا اهميه الاعلام كيفاه راهو يربي في الشعوب. تفضل خويا المخرج. قد برمجوا حصص بعد تصريحات الوزير، والكل بارك تلك الخرجة الإعلامية لوزير الاتصال محمد العقاب، وأراد أن يتبرأ كل في مكانه، أراد أن يتبرأ مما قاله الوزير، وكأن خطاب الوزير كان موجه للصحافة التونسية أو المصرية. هذا من البهتان أيضا. أنا الشاهد. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز في الخبر. اصدقائي اللي اول مره كيشوفوا القناه ما ينساش يشترك في القناه يفعل زر الجرس يبقى يتوصل جديد ديال الفيديوهات. في هذا الفيديو اصدقائي نشوفوا خروج وتعليق لطفي دبل القانون على الاعلام الجزائري وعلى الخرجه الاخيره لوزير الاتصال او وزير الاعلام على الاعلام الجزائري اللي دائما في البلاطوات، يعني تيبقاو يجبدوا منتخبات اخرى وتيتجبوا عليهم وما تيعلقوش بواحد الطريقه اللي هي احترافيه، وكانوا بعض الاعلاميين اللي ما عندهم حتى التربوي. من هنا عرفنا علاش دائما كيتكلموا على المؤامره والكولات، حيت ما عندهمش مواضيع وما عندهم شي حاجه اللي يقدروا يتكلموا عليها بدون ما يخشيو الكولات والمؤامره. اصدقائي خليكم تسمعوا للوط في دوبل كامل تلقاو في الاخر ديال الفيديو. الموضوع تاع الاعلام، الاعلام اللي دار حاله وزدنا مام اليوم زاد تكلم، البارح شفنا الفيديو اللي تكلم فيه مع المدراء، واليوم ايضا زاد تكلم في هذا الموضوع، وشفنا العديد من القنوات داروا ردود افعال على الكلام اللي قاله الوزير. هل هم راضيين هل مش راضيين؟ كان اللي اعتذروا، كان يقول والله غالب سمحوا لنا وغلطنا معاكم وكذا، وكان ناس اخرين يعني عجبتني الملاحظه تاعهم، فقلت نبداو فيها كمقدمه بركه خالتي قبل ما بعد شويه مش درك نفتحوا المكالمات، لكن من بعد شويه كمقدمه باش نعرفوا اهميه الاعلام كيفاه راهو يربي في الشعوب. تفضل خويا المخرج. قد برمجوا حصص بعد تصريحات الوزير، والكل بارك تلك الخرجة الإعلامية لوزير الاتصال محمد العقاب، وأراد أن يتبرأ كل في مكانه، أراد أن يتبرأ مما قاله الوزير، وكأن خطاب الوزير كان موجه للصحافة التونسية أو المصرية. هذا من البهتان أيضا. أنا شاهدت الكثير من البلاطوهات يقولون لك أنا كنت أنتظر من الوزير أن يقول هذا الكلام منذ سنة، والوزير كان يتحدث عنه، والآخر قال لك هذا أحسن بلاطو رياضي والوزير كان يتحدث عنه، وذاك قال نحن نتحدث بالأرقام والوزير كان يتحدث عنه. الرجل تحدث، الوزير أقول تحدث على من لا يملك شهادة جامعية. أنا أقول للوزير هناك من لم يدرس في الثانوي ويتحدث باسم الإعلامي، لم يدخل ولم يدرس في الطور الثانوي، توقف. كيف وصلوا هاد الناس ما عندهمش مستوى؟ انا سبق لما انا سبق مخلوع كما نقولوا مخلوع، لما تقول انت المستوى الدراسي على الاقل متوسط، وانا ما اقول لدي امثله حيه، ما تدخل في حصه اكثر من هي. الجامعه الجزائريه تلفظ كل سنه مئات بالالاف من الجامعيين المتخصصين في الاعلام، الكثير منهم يعاني من البطالة في الوقت الذي ينتحل فيه شخص آخر مهنة ذلك المتخرج البطال في الإعلام ويتحدث في البلاطو على أساس أنه إعلامي وهو لم يدخل الثانوي. وأنا أعي ما أقول ولدي الكثير من الأمثلة. دونك نقطة مهمة هدرها الوزير يا خوتي على يعني هل أنت مؤهل باش تقدر تهدر مع الناس وتقابل مع الناس؟ يعني مؤهل يعني علميا ولا يعني اسكو راك دو فورماسيون جورناليست ولا لا؟ يعني هما هضروا قال لك كاين ناس ماشي دو فورماسيون جورناليست ما عندوش حتى يعني مستوى ثانوي، سي غراف. يعني كيف اعطيتوهم نوتوريزاسيون وانتم اصلا تعترفوا انه الاعلام قادر ينوض شعب كما قالوا ويدخل في السياسه وفي العسكر وفي الاقتصاد وفي في الاجتماعي وتمدوا الناس يعني ما همش مؤهلين حتى علميا يشوفوا يعني هذا. اخي قالوا لنا باللي الوزير في ذاته باللي هذا سلاح، انت السلاح تمدوا لنابورت كي، سلاح يمدوا الانسان اللي ميتريزيه به ما يضر نفسه ما يضر الناس. فالناس يقول لك يا ولدي راهم كاينين همله توتال على دي كسرات هذه الفوضى. يعني المنظومه في ذاتها ماشي حنحكيو غير على الاعلام الرياضي يا خالتي، لكن المنظومه في ذاتها مخلخله ما فيهاش حتى ناس مؤهلين.
هذه ديجا مشكله. وكما قال لك هو كل بلاطو يقول لك خاطي عليا وعلى الاخر، سي با ما سي سيلوي لا كما تقول الاغنيه، هاو كل على الاخر، هاو على الاخر، هاو على الاخر. ولكن قاعد يقول بلي كاين ناس هما اللي كانوا فيزي بهذه القضيه. لكن سي فري كو يعني لا فورماسيون لي امبورطونت، ولكن كاين حاجه اكثر يا خوتي، الاخلاق. تانا كي تكون فورمي وما عندكش اخلاق يولي الاعلام تاعك ما يستعمل والو. وكاين حاجه اكثر، الامانه والضمير المهني. كي تكون انت اعلامي واش يجيبوا لك ورقه تقرا وتقول لها الخبزه، ماشي كيف كيف اعلامي، ماشي كيف كيف اعلامي، راهو يهدر على الشعب، راهو امانه، راهو يوصل رساله، والشعب يحس لما تكون بين قوسين اسمحوا لي كذاب وتكون منافق، تكون اعلامي قاعد تلفق وما تهدرش الحقيقه. عاديك كانوا يسميوهم، كانت شفاه واحد الوقت صحافه العار، هذا المصطلح اللي ولا معروف في الحراك. واليوم في نفس الحصه هذه تكلموا على هذا المصطلح وقالوا احنا نسمعوهم الدرك، ولاو يقولوا صحافة العار ورجعوا يقولوا صحافة العار. نسمعوا وش يقول، تفضل. صحيح. انا اقول لك السلام مرد. عليكم ورحمه الله، جيت تقدم اي فقره يقول لك صحافه العار. ايه والله يعني تجرح في لا لا شوف شوف عباد، انا 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 ولينا انا من إنسان. كلمه صحافه العار ولينا المهنه هذه والله فريد. شوف راني قاطع فيك لكن فضل. هذه كلمه صحافه العار ولات تاثر فيا كثير انا كصحفي وكمقدم لها برنامج، لان الحقيقه عباد الكثير من يتجنون على هذه المهنة وهم ليسوا بصحفيين، انتحار صفة، انتحار صفة. شفتوا يا خالتي صحافة العار، تخيل هادي يوم قاعدين يحكيوا على الصحافة الرياضية، ثم يعني يحسوا انه الناس تقولهم صحافة عار، ولو ما نتهمش في الإخوة يعني، يعني نقول لك على العموم في مواضيع تاع الاربيتر حايل وضرب بالون محرز ومش محرز، فما بالك المواضيع اللي تخص المواطن مسكين في حياته وما يحكيوش عليه، المواطن اللي مرمد في حياته وينتظر انه يشوف في التيلي شويه معاناه وناس تحكي عليه، الناس اللي تدير وقفات والناس اللي ما خلصتش والناس اللي في السبيطارات مرمده، وتقول لك اين هو الاعلام؟ هذا ديجا رياضي ويقولوا عليه صحافه العار لانه ما يبلغش، ما هدرش على لورجو وما هدرش على لاتوش وما هدرش على لاما، فمسكين اللي ما هدرش على الناس اللي تتعذب في السبيطار وش يسميوها، واللي ما هدرش على الناس اللي ما خالصينش بقدهن شهر والشركات اللي مودره هذيك وش يسميوه، ماشي صحافه عار، هذا هذه تبهديله اكثر واكبر. طبعا اللي عنده ضمير مهنيه، اللي ما عندوش افعل ما شئتك، اك حر، اخدم على روحك خبزتك وزيد زيد اكذب وقول لهم باللي تو فا بيان والناس لاباس، لكن صدقوني يا اخوتي الانسان اللي عنده ضمير في الاعلام تكره حياتك، ما ترقدش، تنسى موضوع ولا ما هدرتش على موضوع بالقدر الكافي تغيضك، وماذا بيك تحكي على كلش، يعني نهضر دروك انا واني ماكل حق ناس هم يستناو في التليفون، خاطرك تحس نفسك انك مقصر. اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. خوتي العزاز نقول لكم تلقوا في فيديو جديد، موضوع جديد، والسلام عليكم.